واجعل في قلوبنا، وأجر الخير والنفع على ألسنتنا. أيها الإخوة المؤمنون عباد الله، الإسلام لا يرثه المسلم عن والديه ميراث طول القامة أو لون البشرة. لست مسلماً، هذه حقيقة، لست مسلماً لمجرد أن والديك أحدهما أو كلاهما كان مسلمين، ولست مسلماً لأنك تحمل اسم محمد أو أحمد أو إبراهيم أو علي أو أبو بكر أو عمر. هذا ليس بكاف لتحقق الإسلام في نفسك، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصر، ولم يقل يسلمانه، فالإنسان مولود على فطرة الإسلام. لكن لما يبلغ ويكبر ويرشد يبدأ الأمر عنده يحتاج لنوع من اليقين، واليقين لا يتحقق بالميراث. اليقين لا يتحقق لمجرد إن أبوك مسلم تصبح أنت مسلم، لا، حتى في الممارسات أيها الإخوة. واليوم سنتكلم عن ممارسة مهمة جدا. أنا أسف أن أنا يعني قد يكون لساني فلت وقلت ممارسة، هي قربة من القربات، عبادة من العبادات. الإسلام هو فيه من الفرائض ما فيه، لكن المؤمنون يجعلون لأنفسهم حزاما أمنيا. هذا الحزام هو حزام النوافل، يعني إذا حاربهم الشيطان لا يحاربهم مباشرة، لا يصل إلى حصونهم الآمنة القوية وهي الفرائض. الشيطان لا يحارب المؤمن القوي في الفرائض الخمس، الشيطان لا يحارب المؤمن القوي في أدى الزكاة أم لم يؤدها، حج البيت أم لم يحجه، صام رمضان أم لم يصومه. الشيطان يحارب في النوافل إذا كان المؤمن يؤدي نوافل. هو لا يراودك على أن عياذا بالله ترك الصلاة أو عقوق الوالدين إلا إذا كنت قاصر على الفرض المطلوب. طبعا في زخم كبير من النصوص اللي ممكن أحد يقف يقول حاسب يا عم أنت مش في صحيح مسلم. الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما الإسلام؟ قال له إيه الفرض عليه من الصلاة؟ قال له خمسة أوقات. الفرض عليه من الصيام؟ قال له شهر رمضان. الفرض عليك من الزكاة؟ قال له اثنين ونص. يعني قال له والله لا أزيد عليهن. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق. فهو فعل الأمور دي وغضب عليها، خلاص وغضب عليها الشيطان، هو وتغلب على الشيطان، هو حلف أنه هو لا يتغلب على الشيطان في هذا الباب لا ولن يزيد عليه. إنما أنا وإنت قد يأتينا الشيطان فيلهينا بملهيات، لا يقعدنا بمرض، لا يقعدنا عن الصلاة مرض، لا يقعدنا عن الصلاة عمل جبري لا تستطيع تركه، لا يقعدنا عن الصوم عدم قدرة إنما نوع من التكاسل، لا يقعدنا عن النفقة الزائدة والنافلة والصدقة، لا يقعدنا عنها فقر شديد، إنما كل الأمور متيسرة. مع هذا تجد نادراً من الإنسان يمدده في جيبه ويتحرك نحو الضعيف، نادراً من الإنسان يقول هصوم يوم 13 و14 و15، نادراً من المسلم يتحرك نحو ركعتين في الليل. أنا الآن أردت أن أتكلم في هذه الجمعة وربما التي تليها عن ليل المؤمنين. ليل المؤمنين يا إخوة ما هوش في التسلي بعد انتهاء العمل والتمتع بالأولاد والأطفال، وإن كان هذا مشروع وجميل وحلو. ليل المؤمنين ما هوش التحرك على وسائل التواصل والتنقل بينها. ليل المؤمنين ليس إنسان ماسك جهاز تحكم عن بعد وقاعد يسهر الليل كله أمام شاشة التلفزيون. ليل المؤمنين ما هوش تلفونات وهواتف. ليل المؤمنين ما هوش نوم عميق استعدادا ليوم غد، لا، المؤمن يستعد ليوم غد، ومن ضمن استعداده يستعد بركعتين. الخطيب الداعية يتوسل إلى الله ويتبتل وينقطع إليه في يوم الجمعة كي يكون كلامه مقبولا عند الناس. هذا الليل
له برامج غير البرامج المعتادة التي اعتدناها. أين نحن من هذه؟ هل نحن ورثنا الإسلام بطاقة مكتوب عليها مسلم ثم نضعها على أبواب الجنة أيها شئنا؟ أبواب الجنة كم هي؟ 8؟ نغشيها تتفتح لنا المصاريع ونجي داخلين لمجرد أنك أنت قلت أنا مسلم. طب فينك من ليل المؤمنين؟ أين أنا وأنت من ليل المؤمنين وما أنا منكم بنجوى؟ هذا الكلام تذكرة لنفسي والإخواني كي نتحرك قدما حول إحياء أعمارنا وإعمارها. إعمار العمر، إعمار العمر بالصفات الإيمانية التي بعدها إذا فعلتها يشار إليك فيقول هذا مسلم. أنت تطمئن بينك وبين نفسك أنك تفعل أفعال المؤمنين، تعرف أن فيه نوع من الانفصام في شخصية كل واحد فينا. والله هذا الكلام يعني أنا بطرح وأنت جاوب على نفسك. في نوع من الانفصام بين ما ننظره وما نقوله وبين واقعنا الحقيقي الذي يعيشه كل واحد فينا. اوعى تفكر ان انا بخطب على حد وهمي، انا بخطب على نفسي على فكرة، انا بتكلم عن نفسي انا شخصية، وانت خذ الكلام ده على نفسك حتى تستفيد منه. هل كل يوم زي كل يوم بيعدي زي الامس عندك؟ انت مجتهد انك انت يومك يتجدد في غدا يكون غير النهاردة في المكاسب الدنيوية، فهل اجتهدت أن يتغير حال يومك في المكاسب الدينية والتعبدية والقرب من الله؟ إخوة، شغلتنا أمور كثيرة عن هذا الباب الذي خلقنا من أجله. ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المؤمنون لهم ليل غير الليل الناس، ولهم نهار غير نهار الناس. ربنا سبحانه وتعالى طبعا في مواضع كثيرة في القرآن الكريم وصفهم ووصف حال ليل المؤمنين. يعني مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول تتجافى، وده تعبير لغوي. أنا لو جبت مجمع لغة عربية من المجامع اللي موجودة على وجه الأرض وقلت لهم في كلمة واحدة اوصفوا حال الإنسان وهو شقيان طول اليوم، متعب طول اليوم، في عمل شاق طول اليوم، وبعد ذلك هو يريد أن ينام فيحصل نوع من التجافي بينه وبين الفراش، يا إلهي والله الكلمة دي عجيبة في القرآن الكريم، فيها عجب وفيها معاني. يعني الإنسان لو أراد أن هو يوصف فيها صراع نفسي رهيب وجسدي أيضا، صراع نفسي وجسدي. كيف كلمة تتجافى فقط؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يا حلاوة المضجع. لكن ومر إيه؟ مر الطاعة، الطاعة صعبة لكن لها لذة ولها متعة. لذلك هو يتجافى جنبه عن حلو إلى حلو، عن متعة إلى متعة، عن لذة إلى لذة. ولكن الصراع النفسي في ماذا؟ في تفضيل إحدى اللذتين على الأخرى. السيدة عائشة رضي الله عنها، يا أخي والله عجيب هذا الكلام. السيدة عائشة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها يكون إلى جوارها فيستأذنها في قيام الليل، والله معاني كبيرة وتحت كذا عنوان في هذا الكلام، إن حق المرأة في زوجها، وأن ليس لزوجها أن يقوم بين يدي ربه إلا بإذنها لأن هذه ليلتها، فيستأذنها صلى الله عليه وسلم فتقول له إجابة. بقول لكم النبوة سواء كانت وحي قرآن أو وحي سنة، كلام مختار ومنقى ومصطفى. فيقول لها تأذن لي أقوم الليل أصلي ركعتين؟ يعني تقول له أحب قربك ولكني أوثر هواك. أنا أحب أنك أنت تكون جنبي لكن أوثر أفضل ما تحب. خلاص إذا بتحب تقف بين يدي الله لا أمنعك من هذا الحق. وهو النبي يا أخو، الواحد مننا بيتكلم مع أهل بيته على إنه إله، مش يوحى إليه، مش نبي يوحى إليه، على إنه إله. والله يقبل العمل أو يرفضه ويشكك على فكرة ومش عاجبه حاجة أبدا. أنا مش عارف إيه الرؤوس دي جات لنا منين ومش قادرين نتنازل عنها. عارف لو كل واحد فينا اتنازل عن 20% من عاداته
والله 20% بس، سنكون أمة ليس لها مثيل على وجه الأرض. أنت جيت أوروبا الآن، أنا جيت أوروبا ومش طالع من دماغي العقل اللي أنا جايبه من بلادي، ده مش عقل، ده عبل. عارف عاد أنت، مش هشرح لك يعني عبل، بس روح ادخل على المعاجم واشرح وابحث يعني عبل. غثاء، الغثائية اللي احنا جايين بيها من بلادنا في التفكير، والغثائية في التعامل، مش طالعة من دماغنا دي. طب يا أخي، ربنا أتاح لك فرصة جديدة. أحب قربك لكني أوثر هواك، تفضل. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه في حال، هي دي المتعة، هواه متعته في هذا الأمر. يا من ده أنت تحب، عايز تحب ترد على اللي بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم كان بتاع متع، وهو كان محروم على فكرة، محروم من النواحي اللي هم بيتهموه فيها. يقول لهم تركها وراح يصلي قيام ليل، يبقى متعة ايه؟ ايه المتعة اللي فيها؟ هذه المرأة اللي بيتهموه فيها، وهي زوجته رضي الله عنها وعن أبيها وعن أمها وعن أخواتها وعن جدها، ها؟ تركها ووقف يصلي قيام ليل. أي المتعة تغلبت؟ متعة الفراش الوثير والراحة بعد تعب، ومتعة الزوجة الشابة البكر، ولا متعة قيام الليل؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعملوا ايه بعد ما تتجافى؟ يدعون ربهم. يا سلام، حال المؤمن في سجوده، حاله في قيامه، حاله في طمعه، خوفا وطمعا، طمع في الله سبحانه وتعالى أن يدخلهم الجنة، خوف من النار، هذه حال المؤمنين. والذين يبيتون، سورة الفرقان، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يا إخوة، اوعى تظنوا ان هم يبيتون لربهم سجدا وقياما، يعني معناها ان هو من المغرب حتى الشروق شغال قيام قعود قيام قعود. كان بيفعل بعضا او صنفا من سلف هذه الأمة وخالفها الى اليوم يقيمون الليل. والله يا إخوة، صديق لي من يومين حدثني ان اباه رحمه الله كان يقرأ القرآن يختمه كل 3 أيام. قال له الغريب أنه هو كان يختم في يومين، وكان ديدنه هكذا، يعني قلت له كان ما كان يفعل شيء من أمور الدنيا؟ قال لي ما كان يتخلف عن شيء من أمور الدنيا، ويأتي يلعب أولادي وكذا وكذا، 10 دقائق وسلام، 5 دقائق وسلام، ويمشي ويشتغل بالقرآن. فيقرأ في اليوم نصف القرآن، وإحنا صعب علينا الواحد بعد الصلاة يبص في المصحف، ينظر في المصحف فيقرأ صفحة واحدة صفحتين، ويخلص له في اليوم 10 صفحات، يعني حزب. لماذا لا نداوم؟ تعرف لماذا لا نداوم؟ ليس قوة بصر افتقدناه، ولا قوة بدن، ولا شغل، ولا سأصرف عن آياتي الذين يستكبرون في الأرض بغير الحق لصرفة. فكر هذا الكلام. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم، مش عايزهم، فقال لهم تخبطوا ترزعوا مكانكم، مش عايزكم. وهكذلك هي الصرفة، وكذلك كره الله عز وجل للعبد إن هو يكون في حضرته ومعيته، لذلك هو مصروف عن الطاعة وهو يقدر عليها، ومش مصروف يعني بأمر، لا، خليك في لهوك، اخترت حسب اختيارك، كل ما تختار شيء أنت سيده. هؤلاء لم يكونوا يقوموا الليل كاملا، لا تتصور هذا. يبيتون لربهم، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والآية الكريمة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ليس هذا كل الليل. وسنقدم إن شاء الله في الجمعة القادمة يعني تفسير هذا أكثر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أصيبوا من هذا الليل ولو ركعتين أو 4. كم يستغرق منك ركعتين داخل بيتك يا أخي؟ صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، صلاة الفجر يستغرق منك وقتا إذا أردت أن تصليهم في المسجد. إنما من ساعة خروجك وتهيؤك للخروج وحضورك للمسجد وأداء الصلاة، وربما الإمام يطول ويدي درس ولا شيء، والحد ما تعود، هذا يستغرق وقت لا محالة. إنما ركعتين في البيت وانت بسراويلك، حشاك يعني في التعبير،
نزه الله ما سمعكم، بس أنا بختصر لك العبارة. وأنت بملابسك الداخلية المدرعة اللي هي اللي بتسموها الفلنة ولا تسموها إيه، خدت بالك؟ وأنت بالمدرعة والسروال الطويل اللي مغطى لحد ركبتك تروح تتوظف الحمام ومش محتاج تعمل حتى تعمل أي شيء، وتجي واقف خابط لك ركعتين أربع ركعات ما ياخدوش منك بالله بالوضوء ما ياخدوا منك خمس دقائق. طب هل ما فيش في وقتنا خمس دقائق؟ هي صرفة. أنا بأسف جدا، أنا بقول على نفسي مش بقول عليك أنت، إحنا مصروفين، إحنا محرومين، محرومين. لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر له رجل نام ليلة حتى، ركز ركز، الحديث في صحيح البخاري، نام ليلة حتى انتهاء الغاية بتاع حتى فين؟ ما قالش حتى شروق الشمس، قال حتى أصبح، يعني أذن الفجر قام الرجل صلى الفجر، ده حلو جدا ده بالنسبة لنا، حتى أصبح ده ممتاز ده عظيم، احنا لا ندرك هذا. ومحدثكم من ستر الله عليه انه هو في الجامعة، لو ما حبش يقوم بمزاجه هيطرقوا له على الباب غصب عنه، أما انا مش هعمل عليكم أسد، أكلمكم الحقيقة. فيجي قايم خلاص، يبقى احنا كلنا في كارثة الآن، نقول يا رب يا رب يا رب بحاولك استعملنا، يا رب وقفنا بين إيديك، يا رب خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرم عليك، ما تجبرنا. وهو يمكن من الأخذ أن الله عز وجل يسر لهذا الأمر، يسر الله لي ولكم. فيش ولا أحد قال أمين. الله محمد جدعان، أنتوا حبايب على فكرة، خليكم أوعى تقولوا أمين، أصل لو قلتوا أمين هتصحوا في الليل والنوم حلو. اللهم يسر لنا الوقوف بين يديك، واقبلنا يا رب العالمين، اقبلنا نقف بين يديك حتى تقبلنا مغفور لنا. الدعاء يا إخوة توفيق، الإنسان لو وفق للدعاء يعلم أنه هو استجيب له. أمن يجيب المضطر، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أجيب دعوة الداعي بشرط إيه؟ قال يدعو، بس يدعو، فإذا وفق للدعاء خلاص أتته الإجابة. المهم ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل نام حتى أصبح، تعرف قال يعني فقه، الحديث ده فيه فقه كثير، اللي يحب يرجع له يرجع له في الشروح عند ابن حجر في فتح الباري أو غيره، يجد في الأحكام الفقهية المستنبطة أو المعلومات العقدية المستنبطة من هذا الحديث أحكام جمة غفيرة كبيرة كثيرة. يقول نام حتى أصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رجل بال الشيطان في أذنيه. إيه هو الشيطان يبول، الحديث بيقوله، يبقى الشيطان يبول، بال في أذنيه حقيقة أو مجازا، ممكن يكون فعلا بال في أذنيه حقيقة أو بال في أذنيه مجازا، تعبير مجازي على أنه سدل ودانه بأشياء لا يدخلها الذكر ولا يدخلها الهوى، أو قال في أذنه صلى الله عليه وسلم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نصحنا أيضا فقال عليه بال الشيطان في أذنيه عشان ما نم لحد ما قام صلى الفجر. طب هم ولا اللي بينام لحد ما تطلع الشمس؟ هم الشبابنا اللي عندهم 18 و20 و22 و30 أبناء العقود الثانية والثالثة والرابعة في العمر اللي هم أقوياء وعندهم قوة وطاقة، وينامون ويصلون الصبح إذا صلوا بعد الظهر أو قبله، ما هذا؟ ده مش بال الشيطان، ده عمل فيه الشيطان عمايل لا حصر له ولا عد. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف يعلمنا عليكم بقيام الليل، فإن ده اوعى تفهم قيام الليل يعني السهر طول الليل وما تشتغلش الصبح، قيام الليل ركعتين اثنين اسمهم قيام الليل. وقيام الليل متى؟ ما هواش الساعة واحدة ولا الساعة اثنين، قيام الليل ممكن بعد صلاة المغرب، وهذكر لك هذا الكلام، اسمه قيام ليل، مش الليل مش الليل بيبدأ من المغرب، ما المخنا تخين عقلنا سميك، الليل بيبدأ من المغرب، عايز تصلي قيام ليل وخايف صلي بين المغرب والعشاء ركعتين اثنين زيادة عن السنة، تبقى أنت قمت ليل، والله مكلمك بصدق، وسنة متروكة، إحياء ما بين المغرب والعشاء سنة متروكة. قيام الليل ركعتين زيادة بعيد عن الوتر اسمه قيام الليل. قيام الليل تقوم قبل الفجر بثلث ساعة تصلي ركعتين في بيتك، ها أوترت أو لم كنت أوترت بعد العشاء أو لم توتر، ف
أو لم توتر فتبقى تحسب تقيم ركعتين، خمس دقائق، أربع دقائق، دقيقتين، والله خمس دقائق ده حاجة كبيرة. ده الواحد يجي خبط الناس المهرة في القرآن يقرأوا الجزء في ست دقائق. أنتوا فاكرين القضية صعبة؟ ده احنا مصروفين. تاني بقولها لك اهو، احنا مصروفين. مش قال لو أرادوا الخروج لأعدوا، جهز روحه من النهار عشان يصلي ركعتين قيام ليل. أنت هتحمل تقول يا شيخ الآية في الجهاد، هو احنا عندنا جهاد؟ ده احنا قلت أدب، ما تربناش، والله ما تربينا. ايه التربية؟ هي دي التربية. وهقول لك يعني تربية، قيام الليل تربية. عليكم بقيام الليل فإنه ذأب الصالحين قبلكم، عادتهم التي واظبوا عليها، وهو قربة إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. مغفرة لما مضى من السيئات ومنهاة عن الإثم تاني يوم. والله تستحي لما تصلي تعرف روحك هتقف في الليلة بين يدي الله، تستحي تفعل سيئة الآن في الشارع، في العمل، في البيت، في الخلوة، في الجلوة، في أي وقت تستحي. إذا اتعودت أنك أنت تقف بين يدي الله بقيام الليل. يا أخوة اعملوا لكم مراية، أقولها تاني، ورقة كده فيها واحد اثنين ثلاثة، ما تزودش عليها، اعملوا هذا الأمر. استغل بدل ما يأتيك الموت، استثمر وقتك وعمرك وحياتك. اعمل ورقة زي دي كده هو مكتوب فيها ثلاث نقاط. حاجة أنا لو قلت لكم هتضحكوا عليها، تقول أنت شيخ، أقول لك أيوة أنا شيخ، بس عامل مع نفسي كده عشان أتأدب. أنا وجدت نفسي في خصال بعملها ما تعمل لي مشاكل، قلت يا دكتور كل ما تعمل الخصلة المنية اللي عن عينك دي أغضب عليكم، يعني وجدت نفسي بغضب عليكم، رحت كتبتها غضبك اليوم. يجي الواحد منكم يعمل منس، يجي مش منكم حشاكم، يجي واحد يعمل سخافة معايا، أقول طب ما أنا بالليل هكتب السخافة دي، لو أنا رديت عليه أجي ساكت وأكظم غيظي وأدلي الجماعة اللي معاشرين اليومين دول يقول له يمكن يلاحظوا التغيير. عملت مثلا هعمل إيه؟ طيب هعمل إيه؟ فأعمل إنت ورقة زي كده مراية، واكتب كل يوم في المفكرات والأجندات اللي هي نازلة في السوق الآن لعام 22 ولا اللي هي موجودة في إيدك، اكتب قيام ليل ركعتين، اكتب الأوقات الخمسة أديتهم في وقتهم ولا لا، في جماعة ولا لا، اكتب. وتيجي كاتب واحد اثنين ثلاثة كل يوم، واحد صح اثنين خطأ، واحد ثلاثة، اختر لروحك أي ثلاث خصال، حاجة منهم تريد أن تتخلى عنها، اثنين تريد أن تواظب عليها. قرأت قرآن صفحة صفحة، حط لروحك صفحة في اليوم، تقول لي صفحة قليلة، طب أنت قريت امبارح كام؟ أها يلا عشان نرتاح مع بعضين، اللي عايز يقرأ جزء وعنده همة، ولا اللي عايز يقرأ ثلاث أجزاء وعنده همة، يقول لي قرأ بالأمس كام؟ يا عم صفحة، أنا عايز منك صفحة عشان تغير طبعك المنية. أيوة ده طبع وحش هيدخلنا النار، طبع وحش هيضيع مننا حصيلة العمر، جانا العمر، ثمار العمر، حصيل محصول العمر. فأتحرك نحو هذا الفعل وغير من نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من هاه للإثم. الحسن البصري رحمه الله قال لم أجد من العبادة شيئا أشد من الصلاة في جوف الليل. صعبة، عارف ايه المقعد عنها؟ مش لذة الفراش، المعاصي، المعاصي اللي كل يوم بننتهكها ونجترحها واحنا بنستسهل. لذلك قال هذا حسن البصري، قال هذا الكلام، الصلاة في جوف الليل. طب قالوا له ما بال المتهجدين الذين المتهجد قيام الليل، انك انت تصلي قيام الليل بين المغرب والعشاء ينفع قيام الليل اخر الليل، لكن التهجد انك انت تنام بعد العشاء وتقوم في اي وقت فتصلي فاسمه هذا تهجد. فقالوا له ما بال المتهجدين احسن الناس وجوها. ليه المتهجد تلاقى وجهه مستنير؟ وتعرف فيها مصطلح مش عارف موجود في عندنا، يقولوا ايه فلان اسمر بس سمره رايقه، سمره رائقه، ايش وجهه؟ مش بعض الناس بعض الشعوب تحت تستملح الوجه الأبيض، لكن في واحد تراه أسمر لكن وجهه مستنير. من ماذا؟ من قيام الليل، من قيام الليل، من الإيمان الصافي. فالحسن البصري سألوه ما بال المتهجدين أحسن الناس وجوها، فقال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم من نوره. الأسباب الميسرة لقيام الليل بسرعة: تجنب الأوزار والسيئات والأفعال القبيحة. حسن الثوري، سفيان الثوري قال حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته،
خمس أشهر متصلة لم يصلي قيام ليل بسبب ذنب. طب ومصنع الذنوب اللي شغال ليل نهار لا انقطع، هل معه يستطيع الإنسان أن يقيم الليل؟ اسأل نفسي ونفسك. نعم. نمرة اثنين، سلامة القلب ناحية جهة المسلمين، خلو القلب من البدع، إعراضه عن فضول الدنيا، إعراضه عن فضول يعني ما هو أشد، ما هو أكثر من الحاجة الضرورية. إحنا بنستكثر، وربنا قال ألهكم التكاثر حتى زرتم المقابر. إحنا نستكثر من الأموال ونستكثر من الأولاد ونستكثر من عرض الدنيا، نستكثر منه. إذا خال القلب من تعلقه بفضول الدنيا تعلق، لأن القلب لازم يتعلق، تعلق بالآخرة وبثوابها. أن يعرف فضل قيام الليل. لما أبو سليمان الدراني رحمه الله قال أهل الليل في ليلهم، أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. عارف الجماعة أصحاب المزاج، في كل واحد صاحب مزاج وكيف في حاجة معينة. صاحب قيام الليل عنده لذة أعلى ومتعة أعلى من صاحب المزاج في مزاجه. وانت كل كلمة المزاج دي والميول ألف أنت براحتك، يعني ترجمها بما تراه ميل. ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، لولا قيام الليل ما أحب أبو سليمان الدراني القيام في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أتاه الله إياه، وذلك كل ليلة. أطلت، نكمل إن شاء الله، وأرجو لو شيء لم يرد في الترجمة الجزء الأخير منها بلش منه. بارك الله فيكم.